كتشك ولا حرف الال. والله ابتلشنا بهاليهال. شايف كرشك انت يا القزم؟ صد بدبوس بدبوسه في الشك اخليك تفتر فوقي مثل التفاخيه. اخر زمن اقزام يطلع لهم لسان بعد. هاي هايات هلا والله. انت ايش عندك يا الحمام الحريم؟ حمامنا ريحته خايسه، وين اروح يعني؟ زين قل لي ليه متى كذي بتمون شنكم يا هال قاعد تهاوشون على شغلات سخيفه وتافهه؟ يا اخي كله منه، كل ما كلمته قلت له شيء حد دوبه ودوبي، شو اسوي له يعني؟ زين خلكم جي كل واحد ايش طوله ايش عقله قاعد تهاوشون على شغلات سخيفه. الحين شلون؟ شو الحل؟ الحل ان نروح نعدل الفوضى اللي انتم سويتوها قبل لا اي المسؤول. ماشي. روح يلا احنا ويانا وراك، اعطيني بس ساعتين ثلاث ساعات الحج. يلا عاد ارجع اشمر يلا. يلا.